هل تذهب روسيا باتجاه قطع العلاقات مع تركيا الدبلوماسية؟ إطلاقا، ليس لتركيا روسيا منافذ اقتصادية في القادم من حتى الطيران. هل تعلم أن الآن لا تستطيع تركيا روسيا أن يعني المواطنين الروس لديهم علاقات متشابكة مع أوروبا، لديهم استثمارات، أتكلم عن الطبقة الأولى والأوليغارشي على وجه التحديد. هؤلاء يعتمدون على محطة اسطنبول ترانزيت الآن من أجل أن يصلوا إلى أوروبا، كانت خطوطهم مباشرة بساعتين يصلون إلى فرنسا، الآن يضطرون إلى النزول في اسطنبول وهناك ضغط حتى يصلوا إلى فرنسا يمكن بعد 10 ساعات و 12 ساعة. إذن أقول لا مجال لأن تستغني روسيا عن تركيا لا مهما فعلت البركدار، مهما فعلت البركدار، لأنها تعلم أن بالنتيجة بوتين آخر همه كم يقتل من الروس، آخر همه كم تدمر من البنية. بوتين إنسان يريد أن يحتل أوكرانيا حتى لو كان على يعني عظام ودماء الروس. بوتين شخصية شمولية ديكتاتورية لا ينظر إلى الحالة الشعبية ولا يخشى من الانتخابات وتصويت الناس على الانتخابات لأنه خسر أعداد كبيرة من المقاتلين والجنود. بوتين إمبراطور يعتبر بنفسه، وبالتالي هؤلاء كلهم يجب أن يضحوا بأنفسهم ودمائهم في سبيل الله. وزارة الدفاع الأوكرانية